سهله بكميه للعائله خير ملي تشريوها من برا، وتجي هايله. عندنا حبه بيض، عندنا لابوتارت، واللي ما عندوش ينجم يدير الثوم، عندنا خل، وعندنا كاس زيت تاع الكازوز. الكاس هذا الكيلو اللي نشربو فيه الكازوز، ناخذ على بركه الله. ناخذ الميكسر تاعنا، لازمنا هذا تاع اليد، يعني تموش نديروها بيد اليد ولا هذاك اللي يضربوا بيه. ناخذ حبه البيض، نحطو حبه بيض، حبه بيض وتجينا كميه الله يبارك. نديرو قصه تاع الموتات هاكا، درت مغيفه شويه، ها نص مغيفه تاع قهوه، والملح. من بعد نبداو المسيح، نبداو بك على بركه الله. هذا الكاس نبداو ناخذ غير بشويه، وشوفوا كيف شوفوا كيف ندير. نضربو قبل هذيك حبه البيض، انا موتات وحدها قبل. شوف المرحلة الأولى هاك، ضربنا حبة البيض برك مع الموطا، بعدا ناخدو هاكا الزيت ونبدأ نفرو غير بشوية هاك. شوف بدا تفقع بشويه، ها بس نص من الكيس تاع الزيت. نبدا بلاصه وحده. كملنا كمية الزيت، ها وكا كملناه. كل مرة كنا نفرغ غير بشوية حتى نكملو كمية الزيت، وكل يوم في بلاصة واحدة، ما ندوروش هاك وهاك، كل يوم في بلاصة واحدة. شوف حتى الكمية ها تبقى لنا، وكا باه نسموها نزيدو لها شوية خل هاكا، ها شوف الخل هاكا، واحدة زوج مغيفات ولا ثلاثة، ثلاث معالق من الخل، ونزيد غير شوية. شوفوا نلقوها خياتي بحساء خفيف ومليح، فلي لينا نقصوا علينا هذوك الدهون، وكامل حساء خفيف باش يكون يوم دجاج ولحم كامل. واش فيها؟ نديرو ماء، كميه من الماء نص، ناخذو كرافس نحطو هنا، ثوم سنينة ثوم، كميه من الخضر. واش فيها؟ بطاطا، جزر، بسباس وقرعه. لها شويه زيت، تحب شويه كركم، شويه ملح.